على المريض الالتزام بلبس المشد. المشد بعد شفط الدهون ده حاجة مهمة جدا 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 وبتفيده جدا جدا وتفيده في النتائج. نعم. طبعا شرب السوائل كتيرة خالص. نعم. التحرك أول أسبوعين يتمشى بطريقة معتدلة، بعد كده بعد أسبوعين ممكن يمارس الرياضة عادي. جميل. أهم حاجة أنه هو يثبت وزنه. أنا عملت له شفط دهون سكري، شلت الدهون من مناطق سوء التوزيع فيها، لكن المناطق أنا شلت المخازن من أماكن معينة، لكن الدهون لو أنت ما حافظتش على وزنك هتتراكم في أماكن تانية، ترجع في أماكن في أماكن تانية طبعا. هل صحيح يا دكتور أنه بعض عمليات شفط الدهون عند النساء ممكن يصير في زيادة في الدهون في منطقة الظهر أو في عرض يعني الأكتاف أو شيء زي كده؟ طبعا. شوف حضرتك زي ما أقول لك، إحنا الدهون دي الخلايا الدهنية دي المخازن. نعم. اللي إحنا بنشيل منها فيها الدهون. طب أنا شلتها في منطقة، أنت لو ما حافظتيش على وزنك ثابت على الأقل بعد العملية، الدهون لازم هتروح لأماكن تتخزن فيها. فبيزيد بقى الاماكن اللي هي ممكن تتخزن فيها، ان كان في الارداف، ان كان في الاذرع، ان كان في الظهر، في الافخاذ، في اي اماكن تانية. فده اللي الناس بتعاني منه بعد شفط الدهون. والله يا دكتور انا الدهون راحت لاماكن تانية. هي ما راحتش الدهون لاماكن تانية، هي انت ما حافظتيش على وزنك بعد العمليه. ببساطه لازم اتباع نظام غذائي بعد عمليه شفط الدهون على الاقل تثبيت الوزن.